كتير من الشباب بل وأحياناً بعض الأطفال يسألوني السؤال ده، ما كانش في طريقة ربنا يخلقنا بيها ما نكونش فيها معرضين وما فيهاش احتمال السقوط في الخطية؟ يعني كان لازم نقع في الخطية ونبدأ ندور لها على حل، والحل يكون إنه هو يجي ويتصلب ويموت علشاننا؟ لما بناقش الفكرة دي معاهم بالطريقة اللي هقولها دلوقتي بتوضح الأمور أكتر. علشان ربنا يخلق بشر ممنوع إن هم يغلطوا، لازم يكون بيتوفر فيهم حاجتين. الحاجة الأولانية إن هم يكونوا غير محدودين، لازم يكونوا كاملين للدرجة يعني غير محدودين، وبالطبع من المستحيل أن يكون هناك مخلوق غير محدود، المخلوق محدود. الأمر الثاني، كان ممكن يخلقه محدود لكن مسلوب الإرادة، ما عندوش حرية، ما عندوش حرية الاختيار بحيث أنه هو ممكن يغلط، لكن مخلوق علشان ينفذ بس اللي الخالق عايزه. ولك أن تتخيل أن ربنا بيخلق إنسان ما عندوش أدنى حرية أنه يختار. أعتقد أن ده شيء مهين جدا للإنسان ومهين جدا لله، لأنه بيقول أن الله ده واحد بس كده غير سوي نفسيا، عايز يستمتع بأن يكون عنده خلائق بتنفذ اللي هو عايزه، يقول لهم اعبدوني يعبدوه، صلوا لي يصلوه، ينفذوا يؤمر ينفذوا. ما أعتقدش أن ده يليق بالله أو يليق بالإنسان. علشان كده كان لازم الله يخلق الإنسان حر، وبالطبع لازم يخلقه محدود لأنه مخلوق. لما تحط المحدودية مع الحرية مفيش مفر من احتمالية الوقوع في الخطية. كان الاختيار صعب لكن الله اختاره لسبب بسيط، إن الله بقدرته العظيمة قادر على مواجهة خطأ الإنسان إذا حدث. وده اللي بتحكيه لنا قصة المسيحية، أن الإنسان في استمتاعه بحريته وفي نفس الوقت في إطار محدوديته أخطأ، لكن الله كان جاهزاً بمشروع فداء عظيم ليواجه به خطية الإنسان، وتحمل الله مسؤولية خطأ الإنسان إلى النهاية لدرجة أنه جاء بنفسه ومات ليحمل ويرفع خطية العالم. إذا كان لابد من الخلق فلابد من الخلق لأحرار، وإذا كان خلق الأحرار يؤدي إلى الخطية فالله قادر على حل مشكلة الخطية، وهذا هو مشروع الفداء.